نتوقف الآن مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال والتي نستعرضها في التقرير التالي. أظهرت أحدث بيانات رسمية ارتفاع إنتاج البحرين النفطي بنسبة 2% خلال العام الماضي لتصل إلى 152 مليون برميل نفطي مقارنة مع 150 مليون برميل في العام 2016. وأفادت بيانات التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن النفط الخام المستورد والذي يشكل نحو 52% من الإنتاج النفطي ارتفع بنسبة 4.3%، حيث سجل خلال العام الماضي 80 مليون برميل مقارنة مع 76 مليون برميل نفطي في العام 2016. وبشأن إنتاج حقل بوسعفة النفطي، فقد أشارت البيانات إلى تراجع إنتاجه السنوي بنسبة طفيفة تقدر ب 0.66% لتصل إلى نحو 56 مليون برميل خلال العام 2017. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينارا لفترة استحقاق تصل ل 91 يوما تبدأ في 13 من يونيو الجاري وتنتهي في 12 من سبتمبر المقبل، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 114%. أكدت وكالة فيتش العالمية على التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند A موجب مع توقعات مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن تصنيف السعودية يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطات خارجية مرتفعة واستثنائية. وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما بنسبة 2.7% على أساس شهري حتى نهاية شهر أبريل. وقالت الوكالة الدولية أن ما يدعم التصنيف أيضا ديون حكومية منخفضة وأصول حكومية كبيرة والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق. ذكرت وكالة المغرب العربي إن المغرب ونيجيريا وقعا على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز. وقالت إن البلدين اتفقا على خط الأنابيب في ديسمبر عام 2016، وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا. وقالت الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب في بيان مشترك أن خط الأنابيب سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا، كما تم تحديد كلفته بالكامل. سجلت أسواق المال الرئيسية في آسيا وأوروبا اليوم ارتفاعا بعد قمة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. ويعبر بعض المستثمرين عن قلقهم من حرب تجارية شاملة في أعقاب قمة لمجموعة السبع في كندا نهاية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بتراجع ترامب عن دعمه لبيان مشترك للقمة. كما جاءت تلك المواقف بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. أخيرا باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 22 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط، وذلك بعد بيع سندات خزانة مدتها 3 سنوات بقيمة 32 مليار دولار في وقت سابق من اليوم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة وصلت ل 25 مليار دولار، فيما من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة أيضا سندات لمدة 30 عاما
بقيمة 14 مليار دولار.